المنظومة السياسية. السيد السوداني يقدر يبدل وزيره اليوم بلا ما تعترض الكتل السياسية؟ لا لا، صعبة لأي رئيس وزراء. إذا الرجل مغلولة أن يستبدل أي وزير دون الحصول على توافق والوصول إلى مفاوضات متقدمة. وأتصور أنه الحديث سابق لأواني عن هذه النقطة، هو مقيد إلى حد كبير، لكنه رغم ذلك يمتلك إرادة حديدية ويمتلك نوايا طيبة ومنهاج قويم، ويمتلك بعض الدعم الإصلاحي من قبل الكثير من التيارات السياسية الراغبة باستمرار هذا النظام السياسي، الراغبة بإحداث طفرة نوعية في مجال الإصلاح. يعني الكتل السياسية تريد الإبقاء على السيد محمد الشاع السوداني وفق ما هي ترى؟ نعم، يعني تريد شخصية تتحكم بها. هي كانت تتصور قبل أن تأتي بالسوداني أن السيد السوداني سوف يكون أداة بيدها، لكن السيد السوداني تمرد على الكثير من القيم والأعراف والمفاهيم والثقافات السياسية. شنو يعني تمرد؟ يعني ما خلاهم، يعني شنو المسألة اللي خالفهم بها؟ إذا هو وزير ما جاي يقدر يبقى. ما خلاهم يعني يحققون الإرادة الفئوية الحزبية الضيقة التي كانوا يتصورون. ما اريد اذكر اسماء، لكن هم يعني كل التيارات السياسيه هم الشيعة والسنة. لا لا، الشيعة والسنة والاكراد كلهم كانوا يتصورون ان السيد السوداني راح يمشي على مزاجهم، لكنه خالف بمستويات معينه، وبالتالي يحاولون التنغيص احيانا، التنمر على الحكومه او افتعال ازمات جانبيه للتلويح للسوداني. العمليه ابتزاز، انه انت اذا ما تسوينا هذا الشيء احنا راح نبقى نزعجك نشغلك، لكن أو الرجل نطالب بانتخابات مبكرة في كل شيء. الرجل أحيانا ينطيهم كما يقال هاي شو كانت خاصرة هاي سالفة دولة القانون لا مشروع هذا أجل دولة القانون. نعم.